طيب اوكي، احنا في الاكزامبل بقى ده عايزين نعرف الفيوجاسيتي بتاعت كومبريس ليكويد بس التمبشر عاليه، فالفيوجاسيتي بتاعت الليكويد بس ات هاي تمبشر. واحنا استخدمنا البوينتنج فاكتور ده قبل كده في الاكزامبل اللي فات. البوينتنج فاكتور ده ممكن نستخدمه هنا برضو. ممكن اقول ان الفيوجاسيتي دي بتساوي الفيوجاسيتي عند الساتوريشن في اكسبوننشال في في بي 2 - بي 1 على ار تي. احنا قبل كده كانت التمبشر قليله فكنا اعتبرنا انها البريشر بي سات كانت قليله، فقلنا ان البي سات بتساوي الاف سات. بس انت بتتكلم ات هاي تمبشر هاي بريشر، البي سات في الحاله دي بتاعت الاكزامبل كانت التي بتساوي 200 ديجري سنتيجريد، والبي سات الكورسبوندنج ليها كانت 15 بار. فما اقدرش في الحاله دي ما اقدرش اقول ان البي سات دي هو هو الاف سات. طيب يبقى انا عايز اجيب الاف سات، وهي الفاي كانت بتساوي ال F على ال P. عند الساتوريشن F سات هتساوي ال phi في ال P سات. فأنا عارف ال P سات 15، فأنا محتاج أجيب ال phi عشان أقدر أجيب من ال F saturation وهحط هنا وأقدر أجيب ال fugacity عند ال pressure المختلف عند P2 مش عند P1. طيب فإزاي بقى أجيب ال phi؟ طيب أستخدم equation of state إن أنا عارف ال len phi equation of state هي بتساوي ال فيها في ليها equation تقدر تجيبها منها. يعني كانت بتقدر تعمل تكامل كان فيها z minus 1 minus ln z minus تكامل، وهنا تكامل z minus 1 على p او على v اسف dv من infinity ل v على حسب ما انا فاكر يعني. فممكن اخد ال equation دي، ممكن تبقاش مظبوط قوي بس هي متهيألي كانت كده يعني، بس ممكن اخد الايكويشن دي واكملها واجيب ايكويشن. فمثلا بالنسبه لفاندر فالز عملناها قبل كده في اكزامبل، بالنسبه لبينج روبنسون زي ما هو استخدم هنا طلعت لي الايكويشن دي اللي تحت هنا z minus 1 minus ln z minus b، وفي ترم كده في الاخر موجود بتاع التكامل. طيب فانا عشان اعوض بالمعادله دي اقدر اجيب الفاي اللي هي الاف على بي، ولما اجيب الفاي اقدر اجيب الفيوجاسيتي بتاعت الساتوريشن، وبعدين اقدر اعوض بالايكويشن دي بالفيوجاسيتي. خلاص يبقى انا محتاج اجيب الكونديشنز بتاعت الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر عند الكونديشنز اللي هم دالي. فعلا كان قلنا 200 ادي التمبرتشر وادي البريشر. بس فاجيب بقى بالنسبه لبينج روبنسون اجيب الاي والبي، وطبعا الاي دي لازم اجيب الالفا ولازم اجيب الكابا، كل الحاجات دي في ايكويشنز ليهم موجودين هنا. فبعد ما اجيبهم لازم احل بقى بينج روبنسون ايكويشن عشان اجيب 3 روتس. 3 روتس للفوليوم كانت 25 و 140 و 23، بس هاخد اصغر واحده واكبر واحده. ده عند 15 بار. تمام. وبعد كده ممكن لما اخد دي اعوض هنا واجيب الفاي، الفاي بتاعت الليكويد والفاي بتاعت دلوقتي بتكلم على الفيبر. الفاي بتاع الفيبر، ليه بتكلم على الفيبر؟ لان ات اكوليبريم الاف سات واحده في الليكويد وفي الفيبر، بس انا شغال في الفيبر عشان هضرب الفاي فيبر في البريشر سات، اجيب الاف بتاعت الليكويد وبتاعت الفيبر، هما الاثنين بيساوي بعض. ات اكوليبريم انا عارف كده. فلما عملت كده قدرت اجيب الفاي، فطلعت الفاي ب 0.93 يعني. وكده جبت الاف سات وبعدين ضربتها في البوينتنج فاكتور فجبت الاف طلعت 24 بار. كانت دي 15 بار لما ضربتها في عشان نجيب الفاي سات نزلت 14، وبعدين ضربتها في البوينتنج فاكتور وصلت 24. تمام كده خلصنا الشابتر، نشوفكم بقى الشابتر الجاي. شكرا.